واحد النوع ديال المحتوى ما خصنيش نذكر الاسم ديالو ولكن راه معروف اللي هو غالي الان رجع مسيطر على ترند بنسبه 50% الفوق. داك المحتوى هذاك ماشي المسؤول الاول عليه هما ديك اللي كيعملوا داك الكونتنت، المسؤول الاول عليه هو اللي كيتفرج فيه. داك الناس اللي كيعملوا داك الفيديوهات راه عارفين انهم الا عملوا هذا النوع ديال الفيديوهات غتجي واحد الشريحه معينه من الناس وغتفرج فيهم حيت هي باغيه تفرج في داك الشيء. فالمسؤول ماشي هما اللي كيتفرجوا وهما اللي كيطلعوا داك الشيء. مثلا انا نقول لكم مثال، انا كنت جالس في واحد القهوه جالس وشويه كنسمع واحد ثلاثه ديال الدراري مرايا كيهضروا بصوت عالي، فالمفروض يعني غنسمع كنسمعو كيقول اجي تشوف معايا هذا الفيديو، شوف شنو فيه، شوف راه طالع في الترند، شوف شوف شوف، كيقول لك وشوف الترند صاحبي كيفاش عامل، شوف شنو رجع فيه. الفكره انا اللي جات لي في البال ديالي راه حيتاش انت تفرجتي فيه راه زاد طلع في الترند، انت واحد من الناس اللي عاونوا داك الفيديو انه يطلع في الترند. وهذه هي النقطه اللي كنوجهها الناس، انه انا اللوم ما كنلقيش على اصحاب تلك الفيديوهات هما نيت، اللوم 100% كيرجع للناس اللي كيتفرجوا حيت هما اللي كيطلعوا داك النوع من الكونتنت، وكيبقى وغيبقى الامر كما هو عليه مادام ان التفكير ديال بنادم كيمشي لداك النوع ديال الفيديوهات. المحتوى بين قوسين الهابط غادي يبقى وغادي يستمر، طبعا غيبقى مستمر ما دام انه كاين ناس كيعجبهم داك المحتوى، والناس اللي مطلعين داك المحتوى ماشي هو اللي طلع بوحديته. اليوتيوب كتطلع للناس شنو كيعجبهم. انت الا كان كيعجبك مثلا المحتوى العلمي غادي تدخل اليوتيوب غادي تجبر فيديوهات ديال المحتوى العلمي مسيطر على الهوم بيج ديالك. كنت كيعجبك مثلا الفيتنس وهذه يعني الدراري ديال الفيتنس او ديال الرياضه بشكل عام كيعرفوها، فاش كتدخل لليوتيوب من الهوم بيج ديالهم كتجبر اغلبيه ديال الفيديوهات على الرياضه. كذلك بالنسبه مثلا اللي كيدخلوا النساء اللي كيدخلوا يفتشوا على الوصفات ديال مثلا الطبخ، الهوم بيج ديالهم مليئه بالفيديوهات ديال الطبخ. اليوتيوب كيعطيك شنو انت باغي من الاخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.